حضرتك والسادة المشاهدين. شكرا لك. بداية دكتور محمد صادق إسماعيل، الجزائر اليوم أصبح لها دور محوري في المنطقة الإفريقية، وهذا دائما بالرجوع لمجمل الأزمات التي لا تزال تعيشها بعض الدول في إفريقيا. اليوم رئيس جمهورية النيجر السيد محمد بازوم شرع في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، ما مدى أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت بالتحديد؟ طبعا بعد التحية لحضرتكم مشاهدينك الكرام، أعتقد كما أشرت أن الجزائر أصبح لها دور محوري فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن الأفريقي، وفيما يتعلق أيضا بمسألة القرب والتقارب ما بين دول أفريقيا. طبعا هذه الزيارة هي زيارة هامة جدا، أولا تأتي في إطار العلاقات الثنائية ما بين النيجر وبين الدولة الجزائرية، هذا من جانب. من جانب آخر تأتي في إطار حرص الدولة الجزائرية الحديثة على تمكين العلاقات الأفريقية من جانب، وأيضا في السعي لإيجاد حل لهذه الأزمات، سواء الأزمات على الحدود مع الدولة الجزائرية أو الأزمات الأفريقية، من خلال إيجاد نوع من التوافق ما بين الدول الأفريقية في القارة الأفريقية والأشقاء الأفارقة. أنا أتخيل طبعا أن الزيارة ستأتي على رأسها موضوعات مهمة، مثل طبعا الأزمة في مالي على سبيل المثال، إضافة إلى الأزمة الليبية، إضافة طبعا إلى تحقيق نوع من التعاون المشترك، خاصة طبعا فيما يتعلق بالوضع السياسي والوضع الاقتصادي، إضافة طبعا إلى تمتين الوضع الأمني ما بين طبعا الجزائر وبين النيجر. أنا أتخيل إنها زيارة هامة جدا كما أشرت، لكن طبعا كما أشرت إن هناك بعض الموضوعات ربما تطغى على الساحة، مثل الأزمة الليبية والأزمة المالية، خاصة طبعا إن هذه الأزمات هي أزمات ربما تؤثر بشكل مباشر على الأمن في منطقة غرب أفريقيا، خاصة طبعا إن أزمة مالي تحديدا بعد خروج القوات الفرنسية أو حتى تجميد بعض القواعد الفرنسية ربما أصبح لها وضع مختلف. وأنا أعتقد إن الجزائر أصبح لها اليوم وضع جديد فيما يتعلق بهذه الأزمة، سواء من خلال البحث عن إطار سياسي لحل هذه الأزمة، إضافة طبعا إلى مسألة التدقيق على الحدود مع الدولة الجزائرية، خاصة طبعا إن هناك بعض المتطرفين فيما يتعلق بمالي، فيما يتعلق أيضا بالأوضاع على الحدود سواء مع مالي أو مع ليبيا. ونعتقد أن كلها أمور هامة جدا توحي بأن هناك دورين لا ينفصلا للدولة الجزائرية الحديثة، وهي طبعا الدور السياسي فيما يتعلق بمسألة ترتيب الأوضاع السياسية، وأيضا محاولة التقارب السياسي بين الأطراف المتنازعة سواء في ليبيا أو سواء في الأزمة المالية، هذا من جانب. من جانب آخر الوضع الأمني، ولا يقل طبعا أهمية عن الوضع السياسي، من خلال تحقيق نوع من الترتيبات الأمنية مع هذه الدول، من خلال طبعا الجهود الاستخباراتية والمعلوماتية وما إلى ذلك، إضافة طبعا إلى الحفاظ على الحدود الجزائرية كحدود لا يمكن العبور منها أو الدخول إليها، من خلال طبعا الجيش الجزائري. طيب أستاذ محمد صادق إسماعيل، تحدثت عن الأزمة في ليبيا وكذا الأزمة في مالي، وأشرت مؤخرا إلى تصريحات رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال بأن فرنسا ستباشر إغلاق حدودها شمالي مالي. هل هذه خطوة كانت متوقعة في ظل الفشل التدخل العسكري الفرنسي في مالي مؤخرا بعد أزيد من 8 سنوات من تواجدها بمالي؟ بالتأكيد كانت خطوة متوقعة، وأعتقد أنها خطوة تأتي حتى مع الإطار العالمي. يعني انظري على سبيل المثال، تجدي على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية تسحب قواتها من أفغانستان، هناك أيضا بعض القواعد هنا وهناك تسحب القوات الأجنبية قواعدها منها. وبالتالي فأنا أتخيل أن ما منيت به القوات الفرنسية خلال السنوات الماضية من بعض الخسائر، سواء خسائر بشرية أو خسائر على المستوى المالي وما إلى ذلك، أتحدث عن الناحية النقدية وما إلى ذلك، كلها خسائر توحي بأن هناك نوع من النزيف الفرنسي، كان لابد من إيقاف هذا النزيف. لكن طبعا خروج هذه القوات أو تجميد هذه القواعد من خلال القوات الفرنسية دون وجود بديل، أعتقد أنه سمح لنوع من عدم الاستقرار في مالي، خاصة طبعا أن البديل لم يكن جاهز، بمعنى أن الدولة المالية لم تكن على أرض صلبة كما يقال، كان هناك نوع من التهديدات السياسية، كان هناك نوع من الانقلابات العسكرية. ونعتقد طبعا أن الكرة كما يقال انتقلت إلى الملعب الجزائري، بمعنى أن الجزائر أصبح لها دور أكثر تأثيرا وأكثر نفوذا فيما يتعلق بمحاولة التوفيق في الأوضاع في مالي، سواء أوضاع على المستوى السياسي أو أوضاع على المستوى الأمني. أنا أتخيل طبعا أن الجزائر أصبحت لها كما يقال الكلمة الأعلى في هذا المضمار فيما يتعلق طبعا بالجانب السياسي، وهو جانب مهم جدا. تسعى الحكومة الجزائرية الحالية إلى إيجاد نوع من التوافق بين الأطراف المتنازعة في مالي من أجل تحقيق نوع من الهدوء النسبي في العملية السياسية، إضافة طبعا إلى الدعم المستمر فيما يتعلق بالجيش المالي والجيش الجزائري، وأيضا التعاون فيما بينهم من أجل طبعا الحفاظ على مقدرات الدولة المالية وأيضا الحفاظ على الاستقرار. لأن طبعا حضرتك كما تعلمي أن مسألة الإرهاب، وطبعا هذه مشكلة كبيرة جدا عانت منها كل الدول على حد سواء،
ربما يبحث عن مأوى له في غرب أفريقيا. وطبعا لا أتخيل أن مالي بعيد عن هذا الموضوع، خاصة طبعا أنها تشهد نوع من عدم الاستقرار السياسي. إذن داعش وأخوانها بإضافة إلى بعض الجماعات الإرهابية الأخرى تبحث عن ملاذ آمن، وأعتقد طبعا أن مالي ربما تكون هذا الملاذ في حال طبعا فشل الحكومة المالية الحالية وأيضا الأوضاع المالية الحالية في الحفاظ على مقدرات الدولة. إذن يكمن هنا الدور الجزائري. الدور الجزائري هام جدا فيه أولا تحقيق نوع من التوافق بين الأشقاء في مالي، إضافة طبعا إلى دعم جهود الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن. ونعتقد أن الدورين لا ينفصلا، دور الجزائري مع دور الاتحاد الأفريقي. طيب أستاذ محمد، اسم محمد صادق إسماعيل، أشرت إلى الدور الجزائري في ملفات لا تزال اليوم تتصدر أجندة النزاعات الإقليمية في المنطقة، الملف الليبي وكذا الملف في مالي. نتحدث الآن عن ليبيا. في اعتقادك دكتور محمد صادق إسماعيل بأنه العامل الرئيسي لاستعادة استقرار ليبيا حاليا في ظل الجدل الذي لا يزال قائم والحوار الليبي هو أن تكون منطقة الجوار الليبي مستقرة أمنيا وسياسيا، وهذا ما يترجم سلسلة التعاون، تعاون الجزائر مع عديد من الدول الإفريقية على الصعيد الأمني والسياسي بالتحديد. بالتأكيد الأزمة المالية لا تنفصل طبعا عن الدور الجزائري في منطقة طبعا شمال أفريقيا. أنا أتخيل أن هذا الدور هو دور هام جدا في الحفاظ على مقدرات الدولة الليبية، خاصة أن الدولة الليبية تعاني حاليا من مشاكل سياسية وأمنية. طبعا هذه المشاكل السياسية ربما تشهد نوع من الانفراجة، خاصة إلا أن طبعا أحداث جنيف الأخيرة أو محادثات جنيف لم تصل إلى حل فيما يتعلق بالأزمة الليبية، لكن أنا أتخيل أن الصبر على مسألة هذه المحادثات ربما تؤتي بثمرها في النهاية، خاصة طبعا أن الموعد هو ديسمبر لإجراء انتخابات رئاسية. لكن الوضع الأمني هو الوضع الأخطر فيما يتعلق بالأزمة الليبية، خاصة أن الحدود الليبية هي حدود واسعة جدا، وأن الجيش الليبي ربما لا يستطيع السيطرة على كل حدود الدولة الليبية. إذن تكمن هنا دور كل من مصر والجزائر وتونس فيما يتعلق طبعا بتنسيق الحدود، فيما يتعلق بالتنسيق الاستخباراتي والتنسيق المعلوماتي بين الأطراف الثلاثة، إضافة طبعا إلى الدور الجزائري الهام فيما يتعلق بمسألة الحفاظ على الحدود مع الدولة الليبية. حضرتك كما تعلمي أن الجزائر كان لها دور سياسي كبير جدا في محاولة التقريب من وجهات النظر ما بين طبعا الفرقاء في ليبيا أو الأشقاء تحديدا في الدولة الليبية، إضافة طبعا إلى الدور المصري الهام الذي لا يمكن إغفاله. وأنا أعتقد أن الدورين يعني يكتملان معا ولا ينفصلا، بمعنى أن الدور المصري والدور الجزائري كان دور دافع بقوة لإحداث نوع من التفاوض السياسي داخل ليبيا والحفاظ على ليبيا واحدة كما يقال ومقدرات الدولة الليبية، إضافة طبعا إلى تنسيق فيما بين الدول الثلاث كما أشرت لحضرتك، مصر وتونس والجزائر، للحفاظ على وحدة واستقرار طبعا الحدود الليبية. حضرتك كما تعلمي أن هناك العديد من المرتزقة دخلوا إلى ليبيا عبر طبعا البوابة التركية، ولا أتخيل طبعا أن هؤلاء المرتزقة يمثلوا قنبلة موقوتة كما يقال في الدولة الليبية الداخلية. إذن تكمن هنا دور كل من الجيوش العربية مثل الجيش الجزائري والجيش المصري والجيش التونسي في الحفاظ على حدودهم، في الحفاظ على أمنهم واستقرارهم، وإضافة طبعا إلى الدعم المقدم من كل هذه الدول إلى الدولة الليبية الشقيقة. كلها أمور هامة جدا، ولو دمجناها معا تجدي أن مصر والجزائر تعملان معا من أجل الحفاظ على مقدرات الدولة الليبية والحفاظ على مسيرة الإصلاح السياسي داخل الدولة الليبية، من أجل الوصول ببر الأمان كما يقال إلى ديسمبر لإجراء انتخابات رئاسية داخل الدولة الليبية. الدورين لا يعني يكتملان معا ولا ينفصلا. وأنا أعتقد طبعا أن الدور الجزائري دور هام جدا، خاصة طبعا أن الحدود مترامية الأطراف ما بين ليبيا وما بين الجزائر. إذن هنا تكمن مشكلة الحفاظ على الأمن، وأعتقد أن الدولة الجزائرية تقوم بدورها على أكمل وجه فيما يتعلق بهذا الصدد، إضافة طبعا إلى الدور المصري، وكلها أدوار كما أشرت لحضرتك دور تتكامل معا من أجل الحفاظ على حدودنا العربية وأيضا الحفاظ على الحدود الليبية دون طبعا أي تأثيرات سواء من المرتزقة سواء من عناصر أجنبية ربما تؤثر على الأمن والاستقرار في الدولة الليبية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، حدثنا